حبيبتي يا أمه. شد حيلك ما تعملش في نفسك كده. هي ماتت في الاستبالية؟ يا ريت. أيوة يعني كانت بتشتكي من إيه؟ كانت بتشتكي مني أنا. هي ماتت إزاي؟ هي جت في الفترة الأخيرة ويا عيني نظرها ضعف قوي، طلعت فوق السطح تنشر، واحنا في الدور السابع والسطح في التاسع ما شافتش بقى الحبل بتاع الغسيل، وقعت من فوق السور. وقعت من فوق السور؟ يا لهوي، ده ماتت وحشة قوي. ما وهي بتقع بقى جت سماح الله يكرمها في اخر لحظة وشقطتها. سماح مين؟ سماح اخت زهاء اللي معانا في السجن. يا حبيبتي يا امه، شقطتها؟ هي ماتت ازاي؟ يا حبيبتي كانت بتعمل اكل وسابت انبوبة الغاز مفتوحة وما خدتش بالها بقى من الغاز، انت عارف السن، الغاز بقى مال الشقة، جت بتطلع كبريت الشقة ولعت. ماتت محروقة؟ لا اله الا الله. معلش. ما هي جت بقى سماح في اللحظة المناسبة، ولما لقت الشقة بتولع كسرت الباب وانقذتها الحمد لله. انقذتها؟ هي ماتت ازاي؟ يا حبيبتي كانت بتعدي الشارع، انت عارف بقى السن الكبير والنظر الضعيف، وبعدين رجلها تعباها ماسكه عصايه وجت بتقطع الشارع، وادي ابن كلب ماشي بعربيه وبيجري بسرعه جنونيه. ماتت في حادثه؟ لا، ما هي قبل العربيه ما تخبطها جت سماح في اللحظه المناسبه وراحت انقذتها الحمد لله. انقذتها؟ هي ماتت ازاي؟ ما انا جاي لك في الكلام اهو. يا حبيبتي كان جالها الكلى، وبعدين بقى ايه، قعدنا ندور على متبرع كلى وتاخرنا كتير قوي، الدكتور قال كده مفيش امل، وبعدين في الاخر جالها تسمم. ماتت بالكلى؟ لا، ما هو جت سماح في اللحظه المناسبه وبرأت لها بالكلى وقامت بالسلامه الحمد لله. قامت بالسلامه؟ هي ماتت ازاي؟ احنا في الاخر بقى اضطرينا نطخها. Ha ha ha!